اللجنة تستدعي الناس اللي هم ترى بأن لهم آراء صحيح. نستفيد منها. صحيح. إذا أنت يعني تعطي المثال بنزار العدساني، ليش ما أعطيت المثال في هاشم هاشم اللي كان موجود في الاجتماع واللي أنت تمشي وكاتب بتويتر بأنه هو الشخص الثقة والأمان؟ نعم. طيب هذا شخص ثقة بس هو يمثل الجانب الحكومي، هذا شخص أنا أبي شخص محايد برا اللعبة. توك تقول لا تقاطع برا اللعبة، توك تقول لا تقاطع، توك تقول لا تقاطع. في النهاية إحنا استدعينا الأطراف اللي هم كلهم شباب كويتيين، يعني في النهاية إذا الفريق النفطي كله معاجبك، إذا الفريق الدبلوماسي هما معاجبك، بعد تعال انت تحط لنا الاسماء اللي احنا نبيها، انت حقك انك انت تستخدم من تريد. انا اتكلم عن جهات محايده مو فريق حكومي. النقطه الثانيه، انت تكلمت على السياده وهي نقطه مهمه جدا، وهي النقطه اللي انا فعلا ابي اوصلها. هو قال ان انا ان 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 انت انت بسبعه وصلتك مو 24. لا، من 24 مثل ما توقعت، مثل ما انت شفتها احنا شفناها اخذناها من يوم 24 شفتوها. نعم، من يوم، نعم، مثل ما هي توقعت وشفتها انت احنا شفناها، فبالتالي من 24 يعني اذا الناس طلعت عليها 24. لم تطلع التفاصيل، لم تطلع التفاصيل حتى تقول. أما فيما يتعلق اطلع في التفاصيل، أنا 24 اطلعت عليها وأبديت رأيي في اللجنة، إنزين، وأبديت فيها في تقرير. أنت أبديتها في يومين، ويوم الناس سألتك يا أبو محمد قلت أنا ما قريتها، فما أدري شلون جيت نسبت كل هذه الاتفاقية.